يا أهلا وسهلا بيكم، يا صباح الفل على حضراتكم أجمعين. ناس كتير سألت أسئلة في اللايف اللي فات بتاع الحول الأنسي في الأطفال الصغيرين اللي هم الأطفال الرضع والأطفال لغاية سنتين تقريبا. خلوني أعمل اللايف ده، محتاجة في الموضوع ده بتاع الحول الأنسي في الأطفال. خلينا نحط عنوان جديد نبتدي منه لايف النهاردة، نسميه الحول الأنسي الخلقي اللي هو منذ الولادة، اللي ممكن يظهر بعد الولادة على طول أو بعدها بشوية، 4 5 6 شهور كده. أيوة، رجع تاني الحمد لله الشبكة. الحول الأنسي الخلقي، خلينا نخلص الموضوع بتاعنا قبل ما الشبكة تقطع تاني وقبل ما يبقاش فيه سيجنال. يعني الحول الأنسي الخلقي ده بنسميه حول مرحلي. يعني ايه مرحلي؟ يعني اول لما يظهر لي على الطفل، اول لما الطفل يبتدي يحولل جوه، العينتين يخشوا جوه يتونسوا ببعض زي ما احنا دايما متفقين، ده بيبقى اول بريزنتيشن لي او اول شكل لي. قد يكون مصاحب معاه بحول رأسي يعني فوق، او هزة رقرقة في العين. تمام كده؟ طيب هل ممكن يظهر كلهم مع بعض؟ الاجابة اه. طيب هل ممكن يظهر كل شكل من اشكال الحول لوحده؟ اه، كل شكل في مرحلة لوحدها، عشان كده بنسميه حول مرحلي. يعني أنا ممكن أعالج الحول الأنسي أو الداخلي ده بنضارة أو بجراحة في الأول، بعدها في فترة، بعدها بمرحلة تانية في عمر الطفل يظهر لي في صورة تانية اللي هي صورة الحول الرأسي أو النشاط الزائد في العضلات المائلة السفلية زي ما احنا دايما بنقول، أو يظهر لي في صورة رقرقة. تمام كده؟ التلاتة دول مرتبطين ببعض قوي، الحول الأنسي الداخلي والحول الرأسي أو النشاط الزائد في عضلات العين السفلية المائلة أو رقرقة العين. تمام؟ التلاتة دول مرتبطين ببعض، قد يظهروا مع بعض أو قد يظهر كل شكل من أشكال الحول ده في مرحلة لوحده، عشان كده بنسميه حول مرحلي. تمام؟ في بعض الأطفال في مرحلة تانية من عمرهم الحول الأنسي الداخلي ده يقلب لبره، نسميه حول وحشي. تمام؟ ده طبيعة المرض، ده طبيعة الحول، زي السكر بالظبط كده. ما هو من طبيعة المرض ده انه يأثر على أعصاب الجسم، انه يأثر على الكلى وهكذا. طبيعة المرض ده أو طبيعة نوع الحول ده انه هو مرحلي، قد يظهر في مراحل تانية من عمر الطفل بأشكال تانية، وده اللي ساعات بنسميه حول مرتجع. يعني ايه مرتجع؟ يعني خف وبعد كده ظهر لي في صورة تانية، رجع لي في صورة تانية بعد فترة او بعد مرحلة من عمر الطفل. تمام؟ طيب ده محتاج مننا ايه؟ محتاج اول حاجة طبيب متخصص يبقى عارف طبيعة المرض ده، طبيعة نوع الحول ده، وازاي يتعامل معاه. يتعامل معاه بالجراحة، يتعامل معاه بالنضارة، يتعامل معاه بتمارين تغطية العين، يتعامل معاه بأن هو يطلب من الأب والأم رسم مخ. قد تكون العينتين زي الفل سليم ما فهمش أي مشكلة، والمشكلة دايما في السواق اللي بيسوق العينتين، العجل السواق فيه مشكلة، المخ فيه مشكلة، زي الأطفال اللي عندهم مثلا زيادة في كهربة المخ، أو خلينا نعمم شوية، لخبطة في كهربة المخ. تمام كده؟ لازم دكتور متخصص يعرف يتعامل مع هذا النوع من الحول في كل مراحله وفي كل أشكاله. تمام؟ طيب هل غلط ان الطفل يعني نعالج جزء معين او نعالج مرحلة معينة ونستوب هنا بقى، نوقف هنا؟ الإجابة اه. ساعة لما بعالج الشكل الحول اللي ظهر ده اللي هو الأنسي الداخلي اللي هو أشهر فورم او أشهر نوع او أشهر شكل أشهر مرحلة. تمام كده؟ الأب والأم ممكن يبقوا فرحانين جدا، ولكن بعد لما يظهر الحول الرأسي ده في فترة أخرى من عمر الطفل يبدأوا يتضايقوا جدا. طيب هنفضل قاعدين ساكتين وحاطين إيدينا على خدنا، إيه ده الحول رجع له تاني خلاص بقى ونسيبه جنب الحيط؟ الإجابة لا طبعا، إحنا كده بنجني عليه، بنجني عليه في إن أنا برجع له كسل العين تاني، بنجني عليه في إن وظائف عينه مش هتبقى كويسة، مش هتبقى زي النورمال، بنجني عليه في إن أنا هعرضه لسخرية ومشاكل كتير في المجتمع اللي هو عايش فيه ملهاش أي لازمة طول ما أنا مهمل في علاج طفلي. هو ده اللي بيخلينا نشوف ناس كبيرة لسه عندهم حول وبيعانوا منه، إن هو تم علاجه في فترة ما في الصغر ورجع تاني، أو ظهر لهم على سن كبير شوية وتم إهماله
وتبدا ايه عينيهم تزك بقى، يعني زي ما في واحد رجل سليمه ورجل تانية فيها كسر مثلا أو يمشي يزك، هو نفس الفكره، العين بتزك، الرؤيه بتزك، مش بتبقى 100% نورمال، مش بتبقى 6-6، مش بيبقى فيها رؤيه ثلاثيه الابعاد طول ما فيها حول. تمام، اللي انا كنت عايزه اوضحه النهارده في اللايف حكايه ان الحول الانسي الداخلي الخلقي اللي بيظهر اول ما الطفل يتولد على طول او بعدها بشويه بنسميه حول مرحلي، قد يظهر في مراحل اخرى من عمر الطفل في اشكال تانية. تمام كده، مهم قوي يبقى عندنا وعي بالنقط دي، مهم قوي يبقى عندنا وعي بان احنا نمشي خطه العلاج للاخر مع الطبيب، ما نقفش في النص، لان الطبيب بيبقى واعي اكتر وعنده المعرفة الطبية والباك جراوند الطبية اللي يخلي حضرتك او حضرتك تمشوا على التراك الصح. تمام، شوفكم على الف خير، اللايف هيبقى سيفت ومعمول وحفظ على الصفحة عشان اي حد عاوز يرجع له ويسمع المعلومات اللي فيه ويستفيد بيها. شوفكم ان شاء الله مرة تانية في لايف تاني، مع السلامة.